السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها السادة المتابعين متابعي نشاط رياضة الفروسية بالاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية، ونشاهد وإياكم لحظة دخول الفرسان المشاركين في فئة السمول تور للتصفيات المؤهلة، المباراة التي تقام هنا في ميدان نادي عمر المختار في فئتي السمول تور والميديوم تور في التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية. ونشاهد وإياكم أيضا لجنة مصممي الحواجز، لها كل التحية، الحاج نصر العبيدي وعبد العزيز القداري، وكذلك الفرسان الذين يدخلون الآن لمتابعة خط سير المباراة التأهيلية لبطولة الجزائر الدولية. بعون الله تعالى سنكون معكم في متابعة حية لفعالية هذه التصفية وهذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها السادة المشاهدين السادة المتابعين لرياضة فروسية قفز الحواجز هنا في المنطقة الشرقية في التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الشرقية، وكذلك الاتحاد العام الليبي لرياضة الفروسية. في نفس الوقت تقام بطولة مؤهلة أيضا لبطولة الجزائر الدولية في مدرسة طريق المطار بطرابلس. في الميدان الآن الفارس رقم واحد في قائمة، تضم 22 فارس في قائمة دخول فئة سمول تور، وهو الفارس حبيب الجراري مع حد الزين من نادي عمر المختار. حبيب إبراهيم الجراري أولى الفرسان المنطلقين الذين يقصون الشريط التصفيات، ينجح في السد الأول، ارتفاعات تتراوح من متر وخمسة ومتر وخمسطاش في سمول تور، 10 سدود و12 قفزة، نجح في السد الثاني. مباراة مقامة وفق المادة رقم 238 فقرة 2 بوينت 1 من قانون الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية، وإسقاط في السد الثالث. نجح في السد رقم 4 حبيب الجراري، 5 A 5 B إسقاط، نجح في السد السادس. دوران الآن والبحث عن السد رقم 7، إسقاط في السد السابع حبيب الجراري، هينجح في السد الثامن. اسقاط في التاسع ونجح في السد، او 9 اي و9 بي. وهذا العاشر والاخير، شاهدنا واياكم سدين دبل، وهو السد رقم 5 والسد رقم 9. سنسمع نتيجة الفارس حبيب الجراري مع حد الزين من نادي عمر المختار من لجنة التحكيم الآن في مباراة فئة سمول تور التي تضم 22 فارس للفرسان والخيول المشاركة في هذه التصفية. كما أشار الفارس أحمد الشيخ يقار نادي عمر المختار، ونستعد كل من أحمد الشيخ، ونستعد كل من أحمد الشيخ ووسام الشحاوي ومحمد العبود. فنجان الآن فارس محمد الشيخ يقابل من نادي عمر المختار. الفارس الثاني في مباراة فئة سمول تور التي يستضيفها مشكورا نادي عمر المختار، هذا النادي الذي استضاف الأحداث الرياضية الأخيرة هنا في مدينة بنغازي من دوري، وأيضا بطولة عمر المختار بطولة شيخ الشهداء، والآن يستضيف في ميدانه لمدة يومين، ونحن في فعالية اليوم الأول لمدة يومين التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية. الفارس الثاني في الميدان وهو الفارس محمد الشيخي مع كارمن من نادي عمر المختار. أي ينجح في الصد الأول محمد؟
السد الثاني بنجاح. إسقاط في السد الثالث، قلت الارتفاعات من متر خمسة إلى متر خمسة عشر. إسقاط في السد الرابع إلى خمسة دبل في منتصف الميدان، خمسة إيه؟ خمسة بي بنجاح. وهذا السد السادس بنجاح أيضا، إلى السد رقم سبعة في أقصى اليسار، أقصى يسار الميدان يا محمد يا كارمن. إسقاط في السد السابع، ينجح في السد الثامن إلى السد التاسع. تسعة اي والتسعة بي اسقاط، والعاشر والاخير محمد طارق الشيخي وكارمن. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم، وهو الفارس رقم 2 في قائمة تضم 22 فارس يشاركون في التصفية المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية. سنسمع نتيجة هذا الفارس. تحية للجنة التحكيم، وتحية ايضا للجنة مصممي السدود، وكذلك لجنة ميدان الإحماء. الفارس أحمد الشكوري مصبح عبد الدنيا ونستعد كل من سامي الشحاوي محمد العبودي وعلي العبودي. يعطى الإذن الآلي الفارس أحمد الشتاوي مع الأدهم من مدرسة فيض. هذا الفارس بالتوفيق لأحمد الشتاوي. ينجح في السد الأول أحمد، نجح في السد الثاني، إسقاط في السد الثالث، هذا السد رقم أربعة بنجاح. دوران الآن إلى منتصف الميدان، خمسة A خمسة B، وهذا السادس بنجاح. ينجح في السد السابع، الثامن التاسع إسقاط، تسعة A ونجح في تسعة B، وهذا العاشر والأخير أحمد الشتاوي. ينتظر ريثما يتم تجهيز السد من قبل لجنة تصميم الحواجز. يعود مجددا أحمد الشتاوي عند السد العاشر والأخير بنجاح. أحمد الشتاوي يعطى الإذن الآلي الفارس وسام الشحاوي مع الهيلة من نادي عمر المختار. هذا الفارس وسام عمر الشحاوي. أمام 10 سدود و12 قفزة، أي ينجح في السد الأول وسام. السد الثاني بنجاح. وكذلك السد الثالث. أيضا السد رقم أربعة بنجاح وسام الشحاوي مع الهيلة. إلى خمسة مركب. إسقاط خمسة A ونجاح في خمسة B. وهذا السد السادس بنجاح.
إلى السد السابع، إسقاط في السد السابع. ينجح في السد الثامن إلى السد ما قبل الأخير، وسام عمر الشحاوي مع الهيلع، وهو السد رقم 9. 9 إيه، 9 بي، إسقاط إلى العاشر والأخير وسام. ينجح في السد العاشر والأخير وسام الشحاوي مع الهيلع من نادي عمر المختار. الأجواء الرائعة هنا في نادي عمر المختار، حضور طيب ومشاركة طيبة من فرسان من أندية مدينة بنغازي في قفز الحواجز. هذه التصفية التي جاءت بعد فترة الامتحانات الدراسية لعدد من الفرسان، كذلك تحية للعائلات وأيضا لأولياء أمور الفرسان وللجنة التحكيم. كرة الفرسان علي الجلالي 16 حلقة في المدرسة، التشكيل الثاني 21 في المدرسة، محمد الشيخ 24 خطأ، و 30 ثانية في أحمد الشيخ 13 خطأ في المدرسة 75 ثانية، و 30 ثانية وسام الشحاوي 13 خطا في 78 ثانيه و 19 جزء في الثانيه. من جانب الان من فارس محمد العبودي وعبد السلام من جانب عمر المختار والمستعد كل من عريزه بيجي وهيثم السويدي وعبد السلام داوودي. في الميدان الان الفارس محمد العقوري، محمد جلال العقوري مع وعد السلام من نادي عمر المختار. هذا الفارس محمد العقوري، اي عند السد الاول محمد، امتناع عند السد الثاني، ينتظر رئيس ما يتم تجهيز السد. الفارس محمد العقوري مع وعد السلام من نادي عمر المختار. فارس كان في نادي شهداء بنغازي، بالتوفيق في المحاولة الثانية محمد العقوري، امتناع ثاني، بالتوفيق في باقي المباريات محمد جلال العقوري مع وعد السلام من نادي عمر المختار. في الميدان الآن الفارس علي العبيدي من نادي العاديات. هذا الفارس ينجح في السد الأول، السد الثاني بنجاح، إسقاط في السد الثالث، ينجح في السد الرابع. دوران الآن صوب السد المركب علي، 5 A 5 B، وهذا السادس بنجاح. صوب السد رقم 7، ينجح في السد السابع. النجاح في السد الثامن إلى السد ما قبل الأخير وهو سد مركب. 9 إسقاط و 9 بي بنجاح إلى العاشر والأخير، إسقاط في السد العاشر. بالتوفيق في باقي المباريات وفي اليوم الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية. سنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكيم.
أنا الفارس الأصغر 16 خطا ومتر 65 ثانية السويدي من الدكتور وضم الأرض السويدي وحلب الحريص. يعطى الإذن الآلي الفارس الجاسر السويدي مع الحر من مدرسة الصافينات هذا الفارس بالتوفيق لجاسر السويدي أو الحر. يعني حفظ هذا الأول جاسر. امتناع عند السد الثاني. بالتوفيق في المحاولة الثانية جاسر والحر. جاسر في المحاولة الثانية. تصدق الفارس من الدراع الثاني من الفارس حتى تصدق الأولى والمغروش من الفارس بسيط ومستعد كوميدي محمد الحريري والألباني ومحمد كوكا. يعطى الإذن الأعلى الفارس عبد السلام أبو عوينة مع المغيرة من الفارس الأصيل. عبد السلام أبو عوينة مع المغيرة من نادي الفارس الأصيل. وعندما أقول نادي الفارس الأصيل لابد كل التحية للفارس أو مؤسسة النادي وريدة عوض الدرسي، لها كل التحية ولعائلة أيضا الكابتن عوض الدرسي. نجح في السد الأول واسقاط في السد الثاني. عبد السلام بعوينة مع المغيرة من الفارس الأصيل. اسقاط في السد الثالث. نجح في السد الرابع. امتناع ثاني بالتوفيق في باقي المباريات. في الميدان الآن الفارسة حلا بن حريز مع لالة تزيد من نادي عمر المختار. حلا أحمد بن حريز بالتوفيق لي حلا ولالة تزيد من نادي عمر المختار هذه الفارسة. تنجح في السد الأول حلا. نجح في السد الثاني. دارنا الآن صوب السد الثالث. نجح في السد الثالث وكذلك السد رقم 4 بنجاح في مباراة تويوتا سمول تور. إلى السد المركب 10 سدود و12 قفزة في هذه المباراة. 5 A 5 B بنجاح. وهذا السد السادس بنجاح. إلى السد رقم 7. نجح في السد السابع حلا بن حريز. قلت ارتفاعات من متر 5 إلى متر 15. اتجاه الآن صوب السد الثامن. تنجح في السد الثامن.
مباراة مقامة وفق المادة رقم 238 فقرة 2.1 من قانون الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية. 9A 9B العاشر والأخير يا حلا. وكذلك الكابتن فهد البيلاح نشاهده فرحة وتصفيق لحلا بن حبيز بدون أخطاء. أنا خمسة تسلط وأربعة نعم أربع أخطاء لحلا بن حبيز على للتزيد من نادي عمر المختار. وفي الميدان الآن الفارس على الأعمامي مع الشمسي من نادي زلزال برقة نجح بالسد الأول على السد الثاني إسقاط. أي نجح في السد الثالث امتناع. لجنة تصميم الحواجز الحاج نصر العبيدي وكذلك الحاج عبد العزيز القداري لهم كل الشكر والتقدير. رئيس لجنة تصميم الحواجز الحاج نصر العبيدي وكذلك الحاج عبد العزيز القداري لهم كل التحية، جهد كبير وواضح. في الميدان الآن الفارس محمد الكوافي مع يولاند من نادي عمر المختار. محمد عادل الكوافي نجح في السد الأول. وينجح أيضا في السد الثاني. السد الثالث بنجاح. إسقاط في السد الرابع. خمسة A خمسة B وهذا السد السادس بنجاح. إسقاط السد السابع. أي أن يحفظ السد الثامن. محمد الكوافي إلى السد ما قبل الأخير السد التاسع. 9A 9B وهذا العاشر والأخير إسقاط. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الآن. محمد الكوافي مع يولاند من نادي عمر المختار. في الميدان الآن الفارس حسن المجراب حسن فؤاد المجراب. نشاهد أيضا ضمن المتابعين الوالد الأستاذ فؤاد المجراب ينجح في السد الأول حسن مع متهاب من نادي عمر المختار. إسقاط في السد الثاني حسن. السد الثالث بنجاح. وإسقاط في السد رقم أربعة. خمسة A وخمسة B هذا السد السادس بنجاح. صوب السد السابع حسن المجرب مع متهب نجح في السد السابع. ينجح في السد رقم ثمانية
دارا الآن صوب السد ما قبل الأخيرة سد التاسع ينجح في 9 اي و9 بي في مباراة فئة سمولتور، وهذا العاشر والأخير حسن المجراب في مباراة سمولتور مقام وفق المادة رقم 238 فقرة 2.1 من قانون الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية. يعطى الأذن الآن للفارس معاذ البرعسي، معاذ فتح البرعسي مع جوليا من نادي عمر المختار. هذا الفارس ينجح في السد الأول، دوران الآن صوب السد الثاني. إسقاط في السد الثاني معاذ. ينجح في السد رقم 3 إلى الرابع بنجاح معاذ. والدوران الآن صوب السد المركب في منتصف الميدان الخامس. 5 A 5 B إسقاط. السلامات للفارس أيضا لجوليا. نجح في السد السادس. نجح في السد رقم 7 إلى الثامن الآن. أي ينجح في السد الثامن. التاسع ما قبل الأخير معاذ البرعسي مع جوليا. 9 A و B بنجاح إلى العاشر والأخير معاذ جوليا. أي ينجح في العاشر ينهي المباراة الآن، وسنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكيم له. يعطى الأذن الآن للفارس حسين الشتاوي مع بشائر من مدرسة فيض. بالتوفيق لحسين الشتاوي. ينجح في السد الأول حسين. ونجاح أيضا في السد الثاني حسين الشتاوي مع بشائر. ينجح في السد الثالث. كذلك السد رقم 4 بنجاح. إسقاط في 5 A و 5 B وإسقاط أيضا في السد السادس. السد السابع بنجاح. وإسقاط في السد الثامن. إلى 9 مركبة والسد ما قبل الأخير في مباراة فئة سمولتور. إسقاط في 9 A و 9 B أيضا. وهذا العاشر والأخير حسين الشتاوي إسقاط. سنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكيم الآن. كل التحية للجمهور الرياضي الحاضر هنا للتصفية المؤهلة المقامة تحت رعاية وإشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية.
المقامة بنادي عمر المختار. في الميدان الآن الفارس مصعب حمودة مع نجم بنغازي من نادي شهداء بنغازي. هذا الفارس ينجح في الصد الأول. مصعب حمودة السد الثاني بنجاح. وكذلك السد الثالث ينجح في السد الرابع. خمسة A وخمسة B والسد السادس بنجاح. هذا السد السابع أي أنجح الثامن. صوب السد التاسع ما قبل الأخير. تسعة أي تسعة بي العاشر والأخير يا مصعب يا نجم بنغازي. شكرا على هذا الأداء مصعب. مصعب كان رائعا والنجم بنغازي كان رائعا. اختصارات ذكية جدا، أداء رائع وراقي وفكر. مصعب حمودة شكرا على هذا الأداء الرائع. 60 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. شكرا أيضا لنجم بنغازي. في الميدان الآن الفارس وسام الشحاوي مع بيلا من نادي عمر المختار. بالتوفيق لوسام. وسام عمر الشحاوي نجح في السد الأول. السد الثاني بنجاح. إسقاط في السد الثالث. الرابع إسقاط. وسام الشحاوي خمسة A وخمسة B. وهذا السد السادس بنجاح. نجح في السد السابع. وكذلك السد الثامن بنجاح. السد التاسع إسقاط. والسد تسعة إسقاط وبي بنجاح. والعاشر والأخير وسام الشحاوي. الاختصارات الذكية للفارس مصعب حمودة مع نجم بنغازي عند السد السابع قبل الثامن. وكذلك اختصار آخر كان أيضا من الاختصارات الذكية والرائعة نشاهدها معكم في لقطات الإعادة التي تستحق هذه المباراة، تستحق الإعادة مباراة مصعب حمودة. في الميدان الآن الفارس طارق القداري، طارق عبد العزيز القداري مع ليفانت من مدرسة السابحات. هذا الفارس السد الثاني بنجاح. إسقاط في السد الثالث وإسقاط في السد الرابع إلى السد المركب في منتصف الميدان الطارق القداري. خمسة A خمسة B. السد السادس بنجاح.
الصواب السد رقم 7. نجح في السد 7. اختصار صواب السد 8. أي نجح في السد 8 طارق القداري. تسعة اي تسعة بي بنجاح. العاشر والأخير بنجاح طارق القداري مع ليفانت من مدرسة السابحات. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الآن. الأخبار خمسة سدات من الأخبار في زمن 74 و84 الجمهور والحاضرين هنا حلا بن حريز نشاهدها الآن تتابع في باقي المباريات وباقي جولة التصفيات. عمر الحمروش مع لهيب من نادي عمر المختار. عمر أحمد الحمروش نشاهده الآن في الميدان. بالتوفيق لعمر. إسقاط في السد الأول. السد الثاني إسقاط. السد الثالث نجح في السد الرابع عمر الحمروش. اسقاط في 5 A ونجح في 5 B. اسقاط في السد السادس. وهذا السابع بنجاح. اي ينجح في السد الثامن الى التاسع ما قبل الاخير. تسعة اي تسعة بي الى العاشر والاخير عمر الحمروش مع لهيب. اي ينجح في العاشر. سنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكيم الان. عمر احمد الحمروش مع لهيب. انا جالس المسجد الميدان الآن الفارس. الفارس عبد الحميد البرغثي مع ديالا من نادي زلزال برقع. حتى النجاح في السد الأول إسقاط في السد الثاني. أي نجاح في السد الثالث. أنتينا عند السد رقم 4. عبد الحميد البرغثي مع ديالا من نادي زلزال برقع. ينجح في المحاولة الثانية عند السد رقم 4. خمسة اي امتناع. خمسة بي. بالتوفيق في باقي المباريات عبد الحميد. اي اعطى الاذن للفارس الاخير وهو الفارس مبروك الدرسي مع نجمة من مدرسة المرحوم حمود الحمروش. هذا الفارس أي ينجح في السد الأول مبروك الدرسي. نجح في السد الثاني. الثالث إسقاط. نجح في السد رقم 4. الدوران الآن صوب السد المركب الخامس. نعم يعود مجددا بعد الامتناع في السد الخامس. 5 A و 5 B. إسقاط في 5 B ونجح في السد السادس. صوب السد رقم 7 مبروك الدرسي مع نجمة
أي أنجح في السد السابع، إلى السد رقم 8، أي أنجح في الثامن، إلى التاسع ما قبل الأخير. تسعة A والتسعة B، العاشر والأخير مع الفارس الأخير في فئة سمول تور. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الآن للفارس الأخير في فئة سمول تور. أنا الفارس المسلك 14 خطأ في ذلك خطأين في جمل الزمن. نعم سنكون معكم بعد قليل مع ختام بعد ختام هذه المباراة، مباراة فئة سمول تور. ستنطلق نعم كما أعلنت لجنة التحكيم، سيتم إعلان نتيجة اليوم الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية في مباراة فئة سمول تور التي شاهدناها الآن. بعد قليل ستنطلق مباراة فئة الميديوم تور، كونوا معنا بعون الله. مشكور جدا النادي عمر المختار على هذه البادرة الطيبة، نادي عمر المختار المحتضن دائما للمباريات والبطولات، هذا البيت الكبير الذي الآن يعلن عن تكفله برسوم اشتراك الفرسان المشاركين في هذه التصفية هنا في ميدان نادي عمر المختار، في بادرة طيبة ليست بغريبة على هذا النادي العريق وهذا النادي رائع. شكرا لإدارة هذا النادي وعلى رأسها الكابتن والأستاذ المحترم أحمد بن حريز. وبعون الله تعالى الآن سنعرض لكم النتيجة النهائية لليوم الأول من فئة سمول تور في التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية المقامة الآن في نادي عمر المختار تحت أشراف الاتحاد الفرعي للرياضة الفروسية. نقدم لكم الآن النتيجة النهائية لليوم الأول عبر شاشتنا. الاختصارات الذكية للفارس مصعب حمودة مع نجم بنغازي عند السد السابع قبل الثامن، وكذلك اختصار آخر كان أيضا من الاختصارات الذكية والرائعة نشاهدها معكم في لقطات الإعادة التي تستحق هذه المباراة، تستحق الإعادة مباراة مصعب حمودة. في الميدان الآن الفارس الطارق القداري، طارق عبد العزيز القداري مع ليفانت من مدرسة السابحات. هذا الفارس السد الثاني بنجاح، إسقاط في السد الثالث وإسقاط في السد الرابع إلى السد المركب في منتصف الميدان الطارق القداري. خمسة A خمسة B، السد السادس بنجاح، صوب السد رقم 7 نجح في السد السابع. اختصار صوب السد الثامن، أي نجح في السد الثامن طارق القداري. تسعة A تسعة B بنجاح، العاشر والأخير بنجاح طارق القداري مع ليفانت من مدرسة السابحات. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الآن. الجمهور والحاضرين هنا حلا بن حريز نشاهدها الآن تتابع في باقي المباريات وباقي جولة التصفيات. عمر الحمروش مع لهيب من نادي عمر المختار. عمر أحمد الحمروش نشاهده الآن في الميدان، بالتوفيق لعمر. إسقاط في السد الأول
السد الثاني إسقاط، السد الثالث نجح في السد الرابع عمر الحمروش. إسقاط في 5A ونجح في 5B، إسقاط في السد السادس. وهذا السابع بنجاح. اي ينجح في السد الثامن الى التاسع ما قبل الاخير. تسعة اي تسعة بي الى العشر والاخير عمر الحمروش مع لهيب. اي ينجح في العاشر. سنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكيم الان. عمر احمد الحمروش مع لهيب. انا جالس المسبح مستنى خبر في الميدان الآن الفارس عبد الحميد البرغثي مع ديالا من نادي زلزال البرقع. حتى النجاح في السد الأول إسقاط في السد الثاني. أي نجح في السد الثالث. أنتينا عند السد رقم 4 عبد الحميد البرغثي مع ديالا من نادي زلزال البرقع. أي ينجح في المحاولة الثانية عند السد رقم 4. خمسة اي امتناع، خمسة بي بالتوفيق في باقي المباريات. عبد الحميد اي اعطى الاذن الان للفارس الاخير وهو الفارس مبروك الدرسي مع نجمة من مدرسة المرحوم حمود الحمروش. هذا الفارس اي ينجح في السد الاول مبروك الدرسي. نجح في السد الثاني. الثالث اسقاط. نجح في السد رقم 4. الدوران الآن صوب السد المركب الخامس. نعم يعود مجددا بعد الامتناع في السد الخامس. 5A و5B اسقاط في 5B ونجح في السد السادس. صوب السد رقم 7 مبروك الدرسي مع نجمة. أي ينجح في السد السابع إلى السد رقم 8. أي ينجح في الثامن إلى التاسع ما قبل الأخير. تسعة اي وتسعة بي العاشر والاخير مع الفارس الاخير في فئة سمول تور. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الان للفارس الاخير في فئة سمول تور. انا الفارس المسبق 14 خطأ في الزمن. نعم سنكون معكم بعد قليل مع ختام بعد ختام هذه المباراة مباراة فئة سمول تور. ستنطلق
نعم، كما أعلنت لجنة التحكيم سيتم إعلان نتيجة اليوم الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية في مباراة فئة سمول تور التي شاهدناها الآن. بعد قليل ستنطلق مباراة فئة الميديوم تور، كونوا معنا بعون الله. مشكور جدا النادي عمر المختار على هذه البادرة الطيبة، نادي عمر المختار المحتضن دائما للمباريات والبطولات، هذا البيت الكبير الذي الآن يعلن عن تكفله برسوم اشتراك الفرسان المشاركين في هذه التصفية هنا في ميدان نادي عمر المختار في بادرة طيبة ليست بغريبة على هذا النادي العريق وهذا النادي رائع. شكرا لإدارة هذا النادي وعلى رأسها الكابتن والأستاذ المحترم أحمد بن حريز. وبعون الله تعالى الآن سنعرض لكم النتيجة النهائية لليوم الأول من فئة سمول تور في التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية المقامة الآن في نادي عمر المختار تحت أشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية. نقدم لكم الآن النتيجة النهائية لليوم الأول عبر شاشتنا. نحييكم مجددا أيها السادة المتابعين متابعي رياضة فروسية قفز الحواجز في ليبيا. نعود إليكم مجددا في مباراة فئة الميديوم تور وضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية لقفز الحواجز المقامة تحت إشراف الاتحاد الفرعي للرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية هنا في نادي عمر المختار. الفارس الموجود في الميدان الآن الفارس نجيب المجبري مع بلقيس من نادي عمر المختار. نجيب حمزة المجبري، المباراة الميديوم تور مقامة وفق المادة رقم 238 فقرة 2.1 من قانون الاتحاد الدولي للرياضة الفروسية. ينجح في السد الأول نجيب المجبري مع بلقيس من نادي عمر المختار. نجح في السد الثاني. السد الثالث بنجاح. وكذلك السد رقم 4. إلى السد المركب الخامس. 5A 5B. هذا السد السادس بنجاح. نجح أو إسقاط في السد السابع. أي نجح في السد الثامن نجيب المجبري من فرسان نادي عمر المختار هذا الفارس. 9A و 9B بنجاح. إلى العاشر والأخير نجيب بلقيس. ينجح في العاشر يخرج بأربعة أخطاء. سنسمع النتيجة الكاملة من لجنة التحكيم الآن للفارس نجيب المجبري. المصدر
وصار البغداد يجي بحساب متوسط انسحب الفارس والمنصور من بين الآن للفارس الحالة الحريف وتغيبه لنادي عمر المختار. رئيس نادي عمر المختار الكابتن فؤاد البيلاح، تحية للكابتن وأيضا لابنتنا الصغيرة رئيس نادي عمر المختار والمؤسسين الكابتن فؤاد البيلاح، له كل التحية. ونعود إلى الميدان. محمود البدري مع كيكي فيولا من نادي عمر المختار في أول حضور لكيكي فيولا. كيكي فيولا وهو الفارس الأخير محمود البدري، بالتوفيق لهذا الفارس ولكيكي فيولا من نادي عمر المختار. كيكي فيولا عمرها 6 سنوات ونصف وأول مشاركة لها. ينجح في الصد الأول محمود وكيكي فيولا. ينجح أيضا في الصد الثاني. دوران الآن صوب الصد رقم 3. إسقاط في الصد الثالث. هذا السد الرابع بنجاح. خمسة A خمسة B امتناع. سنعود بأول حضور لهذه الفارس كيكي فيولا. نعود مجددا مع محمود وكيكي فيولا. خمسة A خمسة B نجح في السد السادس إلى السد رقم 7. نجح في السد السابع. ينجح في السد الثامن محمود البدري إلى السد التاسع ما قبل الأخير. إسقاط في 9A ونجح في 9B. وهذا العاشر والأخير محمود وكيكي فيولا من نادي عمر المختار. سنسمع النتيجة من لجنة التحكيم الآن للفارس الأخير في مباراة فئة الميديوم تور ضمن التصفية المؤهلة لبطولة الجزائر الدولية المقامة هنا في نادي عمر المختار تحت إشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية. في ختام اليوم الأول شاهدنا فئة سمول تور، والآن نصل إلى ختام فئة الميديوم تور في اليوم الأول. سنسمع النتيجة. والتوفيق الثاني الفارس محمود البدري وكيكي فيولا من نادي عمر المختار ماشي جات في 26 خطأ في ضمن 28 واحد دوري من داخل الرسالة لقاء سيكون بإذن الله يوم الغد المباراة الثانية في التصفية حضرنا وحضرنا في الرسالة وشكرا.